هي الخطط القائمة على التكامل، لأن ثمارها سواء على المستوى القريب أو البعيد بتكون أشمل وأعم. ومن هنا كانت مبادرة حياة كريمة هي أعظم خطة أطلقتها مصر للتنمية، لأنها امتدت لتشمل العديد من المجالات، أهمها التنمية الصناعية من خلال زراعها الاقتصادي مبادرة ابدأ اللي تستهدف إعادة الصناعة المصرية لريادتها، ومعاها هتبدأ حياة جديدة. الصعيد المنسي عبارة كان مقبول نسمعها في الماضي، لكن مع الجمهورية الجديدة أصبح الصعيد حاضر بمشروعات هي الخير مش بس لأهل الصعيد لكن لمصر كلها، وده اللي هنشوفه معاكم من داخل مصنع الأصدقاء للفحم المطور، واحد من مصانع المبادرة الرئاسية ابدأ. التخلص من مخلفات الأراضي الزراعية وخاصة قش الرز واحد من القضايا اللي بترهق كاهل الدولة بسبب التصرفات الغير مسؤولة، واللي بتعرضنا جميعا لأخطار بيئية كانت أحد الأسباب للتغيرات المناخية، وهو ما يتصدى له مصنع الأصدقاء من خلاله تحويل هذه المخلفات لفحم مطور وكربون نشط. احنا هنا في مصنع الاصدقاء بناخد المخلفات الزراعيه بانواعها من تبن وقش رز وبوص وعيدان الاشجار، بنفرمها ونعاد اعاده تاهيلها وندخلها المكابس على الجاف، بنطلع منها نصف منتج عباره عن بديل حطب، بناخد النصف منتج ده بندخله الافران على درجه حراره معينه وطريقه معالجه، بنطلع منه فحم. الفحم ده من مميزاته ان بدون دخان، مده اشتعاله عاليه وحراره عاليه، بيستخدم في التصدير، منتشر في التصدير جدا كبديل طاقه للتدفئه والشوي. المنتج الثاني او القسم الثاني اللي احنا شغالين هنا في شركه الاصدقاء، احنا بنطلع الكربون النشط. الكربون ده بيستخدم في الصناعات التحويليه زي الفلاتر الميه ومستحضرات التجميل والادويه. الحمد لله احنا طلعنا جزء من المنتجين بره مصر بخصوص الفحم والكربون النشط، احنا شغلنا على السوق المحلي وردنا لمصانع الفلاتر وبعتنا عينات لمصانع الادويه والمستحضرات التجميل ونات اعجابهم. بنخلص بس الجزء الخاص بتراخيص هيئه الدواء عشان نبدا ان احنا نتعامل معاهم بشكل رسمي. احنا واجهتنا مشكله في البدايه وصعوبات ان احنا نخلص في الاجراءات الورق والتراخيص بحكم ان الصعيد بعيد عن القاهره عموما. المبادره تواصلت معانا في فتره ان انتم مش شغالين ليه، محتاجين ايه دعم، قلنا لهم على المشاكل اللي معانا، تواصلوا مع الجهات المختصه وخلصونا التراخيص والجزء الخاص بالورقيات وتوصيل الكهرباء. بدانا نشتغل، ادونا تحويل، قابلتنا مشاكل في الاداره، ادونا دعم عن طريق التحويل الرقمي للمؤسسه بتاعتنا من منظومه الاي ار بي، حللنا 90% من مشاكل الاداره عندنا في المصنع، دربنا عليه العمال ومعانا شركه مختصه في اي مشاكل فنيه بتقابلنا في المنظومه. برضو ان احنا في مجال التوسعات او في بنحتاج استشارات في جزء الكربون عشان يطلع بكفاءه عاليه، بيوجهونا للاماكن المختصه زي كليات علوم على مستوى على جامعات على مستوى الجمهوريه، لو احتاجنا حد معين هم بيوجهونا بدون تاخير. بصراحه لسه احنا الدعم كل يوم بنكتشف حاجات جديده مع مبادره ابدا، احنا لما بنقف في حاجه بنبلغهم بنلاقيهم موجودين معانا، بالعكس هم بتيجي زي فرص احنا ما كناش نعرفها هم بيقدموها لنا عشان خاطر المنظومه بتاعتنا تبدا تكبر.
بدايه احنا بناخد بنلم المخلفات الزراعيه من المزارعين على حسب الموسم بتاعها، وبعد كده بندخلها المصنع بنعيد تدويرها ان احنا بنطحنها لدرجه معينه، بندخلها المجففات بتحصل على درجه تجفيف معينه، وبعد كده بنكبسها على المكابس بشكل جاف بدون اي اضافات. بعد كده بناخدها بندخلها الافران بتاخد 24 ساعه بدرجه حراره معينه في وقت معين ده، وبعد كده بتطلع معانا الفحم ده بالجوده اللي احنا عايزينها. ده الجزء الخاص بالفحم. الجزء الخاص بالكربون على حسب، لو احنا بنوديه مصانع الفلاتر بيطحن بعد ما بيتفحم لجزيئات معينه، وبعد كده بيتغربل وبندخله الافران بيتعمل اعاده اكتافة او تنشيط على الطريقه الفيزيائيه. ده حاجه اسمها فحم البريكيت. الفحم البريكيت مميزاته ان مده اشتعاله طويله، درجه حراره عاليه، العوادم اللي طالعه منه قليله لان الافران بتسحب كل العوادم اللي موجوده فيه بتطلعها، فبيبقى مميز ان هو بموفر بالنسبه للماده وموفر للمستهلك في الكميه، بدل ما بيستهلك كميه كبيره بيستهلك كميه قليله وبيقعد معاه وقت اطول. المنتج معروف خارج مصر، بعتنا عينات للسعوديه وللامارات والكويت والولايات المتحده الامريكيه، نال اعجاب العملاء بتاعتنا. في عملاء جولنا من السعوديه وبدانا ان احنا نجهز ان احنا نطلع لهم اول حاويه للسعوديه، بعتنا المنتج بتاعنا لسلطنه عمان ومطلوب منا كميات. الولايات المتحده مطلوب منا بعض التراخيص في جانب معين ان احنا نخلصها، ماشيين في الاجراءات بتاعتها عشان نصدر لها. ده الجانب الخاص بالفحم. الكربون احنا بدأنا على الجانب المحلي لان الدولة بتستورد كمية كبيرة من الكربون على مدار السنة، فالجانب المحلي بنحاول نغطيه على اكبر قدر ممكن، وبعد كده بعد ما نخلص ونقول اعجاب السوق المحلي نبدا نصدر. الفترة اللي جاية احنا بس نبدا نوصل نزود القدرة الكهربائية للمصنع، بحيث ان شركة الاصدقاء تقدر تطلع القدرة الانتاجية بتاعتها كاملة. السوق العالمي محتاج كميات كبيرة من الفحم البريكت، بجانب ان الكربون احنا بنحاول ان احنا نغطي اكبر قدر ممكن من المصانع اللي موجودة هنا في مصر اللي بتستخدم الكربون الخاص بالفلاتر بالذات. لو احتاجنا ان احنا نوسع في اراضي في اماكن مخازن، المبادرة قالت لنا في وقت ما تحتاجوا هتلاقونا موجودين معاكم، بتدعمنا بشكل جامد. مفيش مرة احنا احتاجنا منهم حاجة غير لو لقيناهم هم في الصادرة ومن المقدمة معانا. بالعكس احنا في حاجات احنا ما نعرفهاش هم بيدلونا عليها وبيحركونا ليها، بيخلونا ان احنا مواكبين التطور اللي حاصل. الشكر جامد ليبدأ بصراحة اللي عملته معانا، احنا في مرحلة وصلنا لها بسبب دعم يبدأ، فاحنا متوقعين منهم الأقوى لأن احنا في بداية الإنشاء لقيناهم موجودين معانا. صناعات كتير ممكن تكون ليها آثار بيئية ضارة، لكن في مصنع الأصدقاء أحد مصانع المبادرة الرئاسية ابدأ، الأمر مختلف، لأن اللي بيحصل هنا العكس. من خلال التخلص من المخلفات الزراعية من قش الرز والبوص والذرة وبقايا الأخشاب واللي كان بيتم التخلص منها في الماضي بالحرق، دلوقتي بيتم تحويلها لمنتج بيضيف للناتج القومي. احنا هنا في مصنع الاصدقاء للفحم المطور بنحصل على المواد اللي بنستخدمها في تصنيع الفحم، مثل مخلفات الزراعه مثل شجر المانجا او شجر اليوسف او البوص او اي شجر من المنتجات الزراعيه، بواقي المنتجات الزراعيه بنستخدمها في التفحيم ونستخدمها في ضغط والتصبيع الفحم، تمام تصنيعه تمام، عشان نعمل فحم درجة ما فيهاش أي مواد تضر البيئة. ما فيش عندنا أبخرة ولا غازات بتأثر على البيئة، عشان احنا عندنا فلاتر في الأفران بتسحب الغازات تمام وتخش في مرحلة تصنيع ثانية. خطوط الإنتاج اللي موجودة في المصنع من أول ما يجي الخشب أو المخلفات الزراعية هنا بتخش على التقطيع، وبعد كده تخش على الفرم، ومن الفرم على التجفيف، ومن التجفيف هتخش مرحلة تانية تصبيع على درجة حرارة 400، بعد التصبيع هتخش على أفران الفحم يشتغل عليها النار حوالي 12 ساعة عشان تسحب منها جميع الغازات اللي فيها وتوصل للمرحلة اللي احنا وصلنا لها دي بسم الله. بداية تشغيل المصنع 27/1/2023 نبع من فكرة جات لنا لمجموعة أصدقاء احنا مع بعضينا،
شفنا المخلفات الزراعية والأخشاب دي فجت لنا الفكرة، فحاولنا ننشئ المصنع أو نطور الفكرة دي، وطورنا الفكرة الأول في الفحم، وبعد كده بدأنا في تنشيط الفحم المطور لتصنيعه للدخول في الصناعات التانية اللي هي مثل فلاتر المية، في تنظيف المية عن طريق الفلاتر، أو في الأدوية، أو في تشغيل مواد التجميل. دخلت الفكرة لينا دي، احنا من مركز طمة محافظة سوهاج جمعنا وقعدنا وفكرنا، ويعني اشتركنا مع بعضنا في إنشاء المصنع، وخد مننا وقت كبير ومجهود كبير. القدرة الإنتاجية للمصنع 200 طن في الشهر، وممكن مع التطوير إن شاء الله نوصل لمرحلة أكبر من كده. دعم ابدأ وقفت معانا دعم معنوي، تمام، دعم مادي أو دعم في تخليص الأوراق وتخليص كل حاجة، يعني إحنا تقف قدامنا، الناس بيقفوا معانا، تمام، وبيساعدونا. وبرضو دعم سيادة الرئيس، تمام، بسم الله ما شاء الله، الرئيس عبد الفتاح السيسي واقف جنب مصر وبيساعد الجميع، وزيارته لسوهاج وزيارته لمركز طمة، رفع من مركز طمة بسم الله ما شاء الله لدرجة يعني كبيرة في سوهاج، وعمل تطورات كبيرة في مدومة. شرف كبير لينا وشرف كبير لسوهاج. اشتغلت في مصنع الأصدقاء في شهر 1/2023 للفحم المطور. جيت هنا اشتغلت، مسكت خط العمال والإنتاج في الفحم والكربون النشط، تمام. حولنا، كانوا شغالين فحم بس اللي هو صديق البيئة، بعد كده ربنا كرمنا دورنا الفحم، من فحم حولناه للكربون النشط لمعالجة المياه، يستخدم فيه محطات المية ووحدات تحلية المية الفلاتر. دوري ماسك الإنتاج وماسك العمال هنا. بنبدأ شغل من 8 الصبح لحد الساعة 4، ومن بعد 4 في أوفر تايم. هي المصانع هنا في الصعيد ما كانش في مصانع، فالناس بدأت تعمل مصانع وبدأت تطور من نفسها. الصعيد إن هو ما كانش الأول معروف، حاليا دلوقتي بقت في مصانع وفي وفرت فرص عمل للناس. المخلفات الزراعية الناس كانت تخلف هنا، كانت بتولع في بتحرقها وتولع فيها، فكانت بتضر الناس برضو. فالناس احنا خدناها واستخدمناها وعملناها حاجة اسمها صديق البيئة، بدل ما هي بتضر حولناها لحاجة تانية الناس استفادة بها. الناس مبادرة تبدأ خدمتنا يعني في التراخيص، وفرت فرص عمل للناس، ساعدتنا يعني في حاجات كتير. احنا في مصنع الأصدقاء بنجيب المخلفات الزراعية، بتخش على مكن الفرم بتتفرم، بتخش على المجفف بتتجفف، بتخش على كده، على بعد كده على الكبس، على مكن التصبيع بتتصبع وتطلع على الفران الحريق. الصعيد هنا بدأ يتطور وفي مصانع وفيها فرص عمل متوفرة كتير، والمنطقة الصناعية دي فيها كتير مصانع بدأت. مبادرة ابدأ بتساعد، ساعدت المصانع ودخل على الدعم المالي والدعم الاقتصادي، وكل حاجة عملتها مبادرة تبدأ معنا. حياة كريمة في الصعيد عملت مستشفيات ومدارس وطبطين ترع وطرق واسعاف، وكل حاجة عملتها حياة كريمة. مبادرة ابدأ ادتنا منحة التحويل الرقمي للمنظومة، جت عن طريق ان احنا كلمنا، احنا مجموعة شباب لسه بادئين في مجال العمل، قابلتنا بعض المشاكل الإدارية لعدم الخبرة، كلمنا المبادرة قلنا لهم على بعض المشاكل، ما كناش نعرف ان في منحة وتحويل رقمي او منظومة للتحويل الإداري للمصانع.
المبادره بعد اسبوع او اسبوعين من المشكله اللي عندنا تواصلوا معانا وقالوا لنا ان في منظومه خاصه بالتطوير الاداري والتطوير الرقمي للمؤسسات الصناعيه متمثله في برنامج الاي ار بي. خدنا دوره تدريبيه 3 شهور وحصلنا على البرنامج واشتغلنا بيه ودربنا العمال اللي عندنا وبدانا في تنفيذ المنظومه، حلت 90% من المشاكل الاداريه اللي في المصنع. دي كانت عن طريق البرنامج الاي ار بي. تواصلنا، حصل تعاون بيننا وبين شركه اسمها شركه الرواد. كانت المبادره هي حلقه الوصل بيننا وبين الشركه دي. دربونا على البرنامج، ازاي نعمل المدخلات فيه، ازاي نحصل على الفواتير، ازاي نعمل المخزون بتاعنا، ازاي نتعامل بشكل اداري رقمي للمصنع. بصراحه كان الفريق على اعلى مستوى، ما كناش متوقعين في الصعيد ان احنا نحصل على منظومه زي دي في مصنع لسه بادئ، حاجه عالميه للشغل بتاعنا. جه في فتره من الفترات ان احنا كنا حاسين ان المنظومه الاداريه والورقيه اللي هي الطبيعيه اللي متعودين عليها هتفشل معانا او هتخلي مدار التطوير بتاعنا على مدى بعيد. وفرت علينا وقت كبير المنظومه بتاعت الاي ار بي. ولسه احنا اخر تواصل بيننا وبين المبادره ان برضو في حين انها ظهرت اي مشاكل ثانيه هنلاقي في تطور اكبر واكبر للمنظومه بتاعت المصنع. دراسة الجدوى بدأت ان احنا نزلنا السوق بنفسنا، قسنا ان استهلاكي بيبقى قد ايه للاماكن المتوسطة الاستخدام والاماكن الكبيرة. تواصلنا مع ناس بره بحكم ان الصعيد موجود فيه عمالة كتير بره مصر، تواصلنا معاهم وسألونا على السوق العالمي ماشي ازاي او كمية الاستهلاك ازاي. سألنا على المواد الخام بحكم ان احنا اصلا بلد زراعي، متاح ان احنا نسأل على المخلفات الزراعية متاحة امتى وازاي. خبرة الفلاح عندنا سهلة ان احنا نوصل ليها، ان امتى موسم القمح يبقى كمية قد ايه او الفدان بيطلع قد ايه مخلفات. عملنا الدراسة بالمنتج اللي هيطلع والمواد الخام اللي داخلة. تواصلنا مع المهندسين والفنيين ان احنا لو هنعمل صيانة او تشغيل او العمالة او كده. وبعد كده توجهنا مع بالتعاون مع مكتب محاسبي من المكاتب المعترف بها هنا في سوهاج. عملنا الدراسة معاه بالتعاون بيننا وبينه مع المعلومات اللي احنا عملناها، ظهرت بدراسة جدوى بطريقة احترافية واقعية للسوق اللي موجود في سوهاج. سعر المخلفات الزراعية بيختلف من منطقة لمنطقة وبيختلف من مزارع لمزارع ومن خامة لخامة، والمكان بيزيد ممكن المكان في زي أسوان بتكلفك نقل لو انت هتجيب من أسوان عكس لما تجيب من سوهاج أو من أسيوط أو من المنيا. فمش ثابت، بس ليها حد أقصى، والحد الأقصى بيخلينا اننا اتعامل بالمتوسط في سعر المنتج النهائي بيكون بسعر منافس للسوق المحلي والعالمي وفي نفس الوقت محقق هامش ربح كويس لينا. حياة كريمة، احنا لو هنبدا من مركز طمة محافظة سوهاج، الرئيس في شهر 1 جه قرية ام دومة افتتح عدة مشاريع موجودة غير المدارس. حضرتك ما تمشيش على طريق زراعي او داخل قرى الا لو ما تلاقي رمز من رموز حياة كريمة، اذا كانت مدرسة او مستوصف او وحدة صحية لازم تلاقي حياة كريمة ملموسة غير البنية التحتية اللي موجودة اللي بتتعمل للاهالي في اماكن ما كانش تتوقع ان توصل فيها الغاز. مش هقول لك ان صرف صحة او كده، لا، الغاز وصل فيها واشتغلت، ملحوظة في المساكن اللي كانت ناس مضرورة من حوار البيوت العشوائية او كده اللي بدأت دلوقتي اللي لها شقق معروفة. لا، حياة كريمة، احنا مش انا اللي بحكم، هو اي حد موجود في مصر يحكم على حياة كريمة ان هي موجودة في الشارع. بالكم احنا لسه المشوار دي اول مرحله، لسه في مرحله تانية ومرحله ثالثه. وعدنا مع الناس في ريف مصر كله ان احنا هنعمل الثلاث مراحل، بس بيكم ان شاء الله وبكل اللي بيتطوع او كل اللي بيعمل معاكم، يعني بوجه له الشكر وبوجه له التحيه وبقول له انتوا بتعملوا حاجه جميله قوي، بنعملوا لبلدنا ولاهلنا اللي ما كانش عندهم امل قبل كده.
خطوات مدروسة صنعت حلم الجمهورية الجديدة، لكن العظيم إن الحلم ده جه من خلال عدة جهات تضافرت جهودها لتوفير جودة الحياة لناسنا. والنهاردة الحلم لسه مكمل مع خطوات جديدة بتحققها مبادرة ابدأ علشان يعم الرخاء الاقتصادي على مصر من خلال منتج هو فخر الصناعة المصرية. أشوفكم في حلقة جديدة من حياة جديدة. سلام.